خالد البرماوي كاتب صحفي ومدرب إعلامي مصري، شارك في تأسيس العديد من المشروعات الإعلامية الرقمية في مصر والمنطقة العربية. عمل في مجال التدريب على فنون وأدوات الإعلام الجديدة منذ عام 2007. حاصل على دبلوم TOT من مؤسسة Free Press Unlimited الهولندية، ودرس الصحافة الإلكترونية في الجامعة الأمريكية. حاصل على درجة ليسانس اللغة العربية والصحافة والنشر من جامعة الأزهر عام 1999. تولى رئاسة تحرير موقع مصراوي، وشارك في تأسيس موقع دوت مصر. كان مديرا للتحرير وعامل كاستشاري لتطوير المحتوى لموقع MSN العربي التابع لمايكروسوفت. له حاليا مقال أسبوعي في جريدة المصري اليوم وجريدة الأخبار، ويشرف على تنفيذ إصدار أسبوعي لمنتدى المحررين المصريين. عمل البرماوي في مجال الصحافة منذ 18 عاما، كانت البداية كمحرر اقتصادي بجريدة العالم اليوم، وظل بها حتى عين رئيسا للقسم. حاور العديد من رؤساء الشركات الكبرى مثل ياهو، مايكروسوفت، جوجل، أمازون، نوكيا وسامسونج. حاصل على جائزة الصحافة الإلكترونية من منظمة يونيسيف العالمية عن منطقة الشرق الأوسط. يقوم حاليا بدراسات متخصصة في الإبداع الإعلامي.